السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، طبعا إن شاء الله إحنا مع المحاضرة الثانية من المحاضرات الأونلاين بسبب تعطيل الدراسة، والنهاردة مع موضوع مكمل للموضوع الأسبوع الماضي، ألا وهو موضوع العرض. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الطلب، وعرفنا علاقة الطلب بسعر السلعة، وعرفنا أن العلاقة عكسية وسمينا هذه العلاقة بقانون الطلب. نفس الكلام هنتكلم عنه، وهو أنه العرض وعلاقته بأكبر عامل مؤثر فيه وهو سعر السلعة، وأيضا هذا يمثل قانون العرض. فالعرض عندنا بيعرف العرض، بيقول لي العرض من السلع هو الكميات المختلفة من تلك السلعة التي تكون الوحدة الاقتصادية أو المنتج يعني مستعدة لإنتاجها وبيعها عند مستويات مختلفة من السعر في فترة زمنية معينة مع ثبات العوامل الأخرى. فالعرض هنا مقصود به العرض الفردي، عرض منشأة واحدة، والعرض ده أيضا لسلعة واحدة. هذا العرض يمثل رغبات أو أفكار أو ما يدور في ذهن المنتج حيال تغير الأسعار. يعني ماذا لو السعر كذا كان ممكن يعرض كذا، لو السعر كذا ممكن يعرض الكمية كذا. فعشان كده بقول لي هنا أول عنصر في تعريف العرض هو أنه في كميات مختلفة عند مستويات مختلفة من السعر، يبقى كميات وليس كمية، عند مستويات مختلفة من السعر. كل ما في السعر يتغير يبقى عنده رغبة إما يزود أو يقلل الكمية المعروضة على حسب السعر. هنا خدنا السعر لأنه أكبر عامل مؤثر على الكمية المعروضة، لكن هناك عوامل أخرى. عشان كده قلنا في الآخر مع ثبات العوامل الأخرى، هناك عوامل أخرى. أيضا قلنا إن هذا التعريف لابد من تحديد كمية اللي ممكن يعرضها المنتج، لابد من تحديد فترة زمنية معينة عشان خاطر أقدر أتبين، لأن سبق وقلنا في موضوع الطلب وبينا إنه فرق بين واحد بيطلب كمية 5 وحدات وواحد بيطلب 10 وحدات، وبينا إن لو قلت 5 وحدات في اليوم عكس ما أقول 10 وحدات في الأسبوع. فهنا هنلاقي لابد من هنا 3 أشياء هما في التعريف. كنا هناك بنقول 4 أشياء في التعريف، كنا فقط بنضيف حاجة رابعة وهي اقتران الرغبة مع القدرة على الشراء، الرغبة مع القدرة على الشراء. التعريف العرض لما ننتقل للعرض هاجي ابص الاقي بعد منه اقدر امثل العرض ده بتمثيل اما تمثيل رقمي واما تمثيل بياني. التمثيل الرقمي هنعبر عنه في شكل جدول يسمى جدول العرض، وجدول العرض ده جدول بيعكس لي العلاقة ما بين الكميات المعروضة من السلعة ومستويات الأسعار المختلفة مع ثبات العوامل الأخرى. هذا هو جدول العرض، عمودين، عمود بيعبر على سعر السلعة وهنا الكمية المطلوبة. المفروض أقول هنا هو سعر الكيلو بالجنيه مثلا في الأسبوع، قصدي سعر الكيلو بالجنيه، واقول هنا الكميه المطلوبه بالكيلو جرام في الاسبوع او اليوم او الشهر او ما شابه ذلك. هنا هنلاقي ان السعر هنا كان بيزيد اهو 2 4 6، الاقي ايضا الكميه بتزيد 3 6 9. يعني لما السعر كان 2 الاقي المنتج ما عندوش رغبه او رغبته في الانتاج بتكون فقط انه يعرض 3 وحدات، لما السعر بيزيد ل4 يبقى عنده رغبه ينتج اكتر فيزيد ينتج ويعرض 6 وحدات. اما لو السعر 6 فيكون مكسبه اكتر وهذا يشجعه اكتر انه ينتج ويعرض 6 وحدات، وهكذا كل ما السعر بيزيد الكميه المعروضه بتزيد. نفس الشيء لو السعر كان 10 كان بيعرض 15 وحده، لو السعر انخفض ل8 الاقي ان رغبته في العرض هتقل وبالتالي يقلل الكميه المعروضه من 15 ل 12. يبقى انخفاض السعر انخفاض الكميه، او زياده السعر زياده كميه، زياده مع زياده او نقص مع نقص، يبقى العلاقه طردية. نفس الكلام هعبر عنه في شكل هذا الجدول، اعبر عنه بشكل رسمي بياني هنسميه منحنى العرض. فمنحنى العرض بتاع السلعة وتمثيل لهذا الجدول، تمثيل بياني للعرض من الكميات اللي ممكن يعرضها هذا المنتج عند مستويات اسعار مختلفة في فترة زمنية معينة مع ثبات العوامل الاخرى. وهذا العرض بيعبر عن علاقة طردية.
هذه العلاقة الطردية سميناها هناك في العكسية، كانت اسمها قانون الطلب، هنا اسمها قانون العرض. بمعنى ان ارتفاع السعر يؤدي الى زيادة الكمية المعروضة، والعكس صحيح، انخفاض السعر يقلل الكمية المعروضة مع ثبات العوامل الاخرى. لو جينا نرسم، هنرسم عندي هناك على حسب الجدول. طب احنا المرة اللي فاتت عرفنا ازاي نرسم، فانا مش هضيع وقت هنا في مسألة الرسم. هلاقي ان السعر هنا 2 والكمية كانت 3، هذا من خط المسطرة وخط المسطرة وحط نقطة. السعر لما كان 4 الكمية زادت ل6، وهذا خط المسطرة وخط المسطرة وحط نقطة. 6 و9، 8 و12، 10 و15، أوصل النقط دي ببعضها يديني منحنى اس اس اللي هو السبلاي أو منحنى العرض. منحنى العرض ده بيقول لي منحنى منحدر من أدنى اليسار إلى أعلى اليمين. هذا الانحدار بيقول لي معناه ان ميله سالب، او ميله الميل بتاعه سالب، او العلاقة عكسية ما بين الكمية المعروضة، العلاقة طردية قصدي، هنا ميله موجب والعلاقة طردية ما بين هذا المنحنى هو وذو ميل موجب، يعني العلاقة الطردية. الميل الموجب يعني ايه؟ يعني ظل، يعني الزاوية ده. انا طبعا انا جيت اهو، انا عايز اشوف كلمه الميل، هو انا قلتها المره اللي فاتت لكن ما بقيتها لك النهارده وعلى الرسم. هنا انا عملت هنا خط اهو، جيت عند السعر 4 ولقيت ان الكميه كانت 6، السعر لما زاد ل6 الكميه، امشي كده لقيت الكميه كام؟ 9. طيب بين السعر 4 و6 الاقي هذا اهو، هذا 4، الكميه من كانت 4 بدات كام؟ 6. اوصل الخط هنا، اخد خط هنا اهو، خط الاربعه ده هو، اخد عنده خط افقي، الخط ده هو ده خط الافقي، واخد هنا خط افقي زيه مع المنحنى. الخط ده هو بيعمل زاويه، بيعمل زاويه مع المحور، مع المنحنى. هذه الزاويه هي اللي بتحدد لي ميل المنحنى، فالزاويه دي هي الميل. اقيس الميل ده ازاي؟ قال لي تقدر تقيسه لو انت قمت واخد خط كده بالمسطره وكمان خط كده افق راسي في النقطه الثانيه، هاجي ابص الاقي ان انت عملت مثلث. الزاويه ده هي ظل الزاويه دي بيساوي الضلع المقابل ده اللي هو من اي بي، اي بي مقسوم على الضلع المجاور اللي هو السي بي. لو قسمت الضلع ده على الضلع ده يديني ظل هذه الزاويه او الميل بتاع هذه الزاويه، وبالتالي هاجي ابص الاقي ان تعال نشوف المقابل. المقابل هو التغير في هذا السعر، التغير في هذا السعر، التغير في هذا السعر. هنا كان 6، كان 4 بقى 6، 4 بقى 6 يبقى زاد 6 ناقص 4 2. وهيجي الاقي الكميه كانت 6 بقت 9، 9 ناقص 6 3 يبقى 2 على 3. يبقى ظل الزاويه بيساوي 2 اللي هو التغير في السعر، 2 دلتا بي تغير في السعر على التغير في الكميه المعروضه اللي هو دلتا كيو اس اللي هو 6، 9 ناقص 6 يعني 3. هناك في منحنى الطلب كنت هلاقي ان السعر لما يزيد الكميه تقل، فلاقي في واحد بيزيد والتاني بينقص، فلاقي دايما ان اما دلتا بي هي سالب ودلتا كيو دي هي اللي موجب، او العكس، دلتا بي هي اللي موجب والدلتا كيو اس هي اللي سالب، فتبقى العلاقه ايه؟ عكسيه، والاقي المنحنى منحدر من اعلى اليسار لاسفل اليمين. هنا منحدر من ادنى اليسار لاعلى اليمين معناها انحدار ميله موجب، او العلاقه طرديه ما بين السعر والكميه المعروضه. العوامل المؤثره في العرض، انا اتكلمنا دلوقتي على العامل الرئيسي والكبير والمهم اللي هو السعر، لكن هناك عوامل اخرى. هذه العوامل ايضا تؤثر في الكميه المعروضه او العرض. هذه العوامل منها هناك عوامل اخرى غير السعر طبعا تؤثر في الكميه المعروضه، هنسميها محددات العرض. من هذه العوامل الاخرى اللي طريقه الانتاج المتبعه، او الاسلوب الانتاجي، او الفن الانتاجي، او التكنولوجيا المستخدمه، ايضا اسعار عناصر الانتاج والضرائب والاعانات اللي بتقدمها الدوله للمنتجين او بتاخدها منهم، وايضا اسعار السلع الاخرى المرتبطه، وكذلك توقعات الاسعار وعدد المنتجين. كل هذه العوامل طبعا تؤثر في الكميه المعروضه، ده غير السعر نفسه. احنا عرفنا علاقه بين السعر والكميه ورسمناها في شكل منحنى او شكل جدول بيعبر عن منحنى او جدول العرض. هنا هنشوف العوامل الاخرى وتاثيرها على الكميه المعروضه. بيقول لي هذه العوامل كلها بتاثر في الكميه المعروضه بشكل غير مباشر عن طريق تاثيرها في التكاليف، اذ انه تاثر في التكاليف، ولما التكاليف تتغير
قدرة المنتج على العرض بتقل أو بتزيد على حسب زيادة أو نقص التكاليف. أول عنصر من العوامل المؤثرة في الكمية المعروضة الفن الإنتاج المستخدم، طريقة الإنتاج أو أسلوب الإنتاج أو التكنولوجيا المستخدمة. فبيقول لي إذا كان هناك طريقة جديدة أحدث في التكنولوجيا، يعني في تحسن في التكنولوجيا، طريقة أفضل في الإنتاج، ده يترتب عليها إني تنخفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تزيد الكمية التي يرغب المنتج في عرضها عند كل سعر في السوق. يبقى كل ما استخدم أسلوب إنتاجي أحسن، كل ما قدرته على الإنتاج بتزيد، فلاقي إن قدرته ورغبته في العرض هتزيد. رغبته في العرض هتزيد عند نفس الأسعار، السعر ما اتغيرش ولا حاجة، لكنه عنده استعداد يبيع أكتر عند نفس السعر. لماذا؟ لأنه اللي حصل إن التكنولوجيا عنده اتحسنت. والعكس صحيح، لو استخدم أسلوب تكنولوجيا متخلف وأسلوب تكنولوجيا أقل شوية، فيترتب عليه إن قدرته على الإنتاج هتقل، وبالتالي سوف ينتج أو يعرض كميات أقل في السوق عند كل سعر. وبالتالي يظهر الكلام ده على الرسم إزاي؟ إن المنحنى هيتنقل بالكامل ناحية اليسار. لما كان هنا نفس السعر ثابت، اهو السعر ثابت ما اتغيرش، الاقي كان بيعرض عند السعر 6 بيعرض 12 واحد، لكن لما استخدم تكنولوجيا احسن، ده معناها انه راح طرق للناس اللي بتنتج بطرق احسن، واصبحت قدرته على الانتاج عند نفس السعر، بدل ما كان بينتج 12 اصبح بينتج 15. هذا يعني وكأن منحنى العرض بتاعه 2 ناحية اليمين. فإذا هنا كان منحنى عرض بتاع مستوى تكنولوجيا معينة، إنما ده منحنى عرض بتاع مستوى تكنولوجيا أعلى، فلاقي المنحنى وكأنه اتنقل ناحية اليمين، رغم إن السعر ثابت قدرته على العرض زادت، وبالتالي المنحنى بالشكل ظهر على الرسم بشكل انتقال المنحنى بالكامل ناحية اليمين. العكس صحيح، لو استخدم تكنولوجيا أقل، ألاقي إن نفس عند نفس السعر ألاقي بيعرض كميات أقل من 12 ل 9، وبالتالي المنحنى اتنقل ناحية اليسار. يبقى اي سبب او اي عامل من العوامل الاخرى يؤدي الى زياده الكميه المعروضه ينقل المنحنى العرض ناحيه اليمين، اذا ترتب عليه نقص الكميه المعروضه فينقل المنحنى ناحيه اليسار. من العوامل الاخرى اسمان عناصر الانتاج اللي هي العمل ورأس المال والتنظيم والارض. عناصر الانتاج اللي خدناها في الفصل الاول اللي هي اسمها الموارد، موارد المجتمع اللي هي العمل، رأس المال، التنظيم، الأرض. عرفنا كل عنصر طبعا. العمل له ثمن وله مقابل اسمه الأجر، ورأس المال نظير له مقابل، نظير مشاركته في العملية الإنتاجية يسمى الفايدة أو الربا أو العائد، والتنظيم وثمنه هو الربح أو العائد بتاعه اسمه الربح، والأرض ثمنها اللي هي الريع أو الإيجار. اسمان هذه العناصر يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج. لما هذه الأسمان تزيد يبقى تكاليف الإنتاج هتزيد على المنتج، وبالتالي قدرته على الإنتاج هتقل، فبالتالي عرضه للسلعة هيكون أقل، ويترتب على ذلك إنه ينتقل منحنى العرض ناحية اليسار. ينتقل منحنى العرض ناحية اليسار إذا زاد ثمن أي واحد من دول أو بعضهم أو كلهم. مما يعني أن المنتج طيب. لا، الحالة العكسية إن نلاقي أن المنتج طبعا على استعداد لعرض كميات أقل بالأسعار السابقة عند نفس الأسعار. والعكس صحيح، عندما تنخفض أسمان عناصر الإنتاج، قدرة المنشأة أو المنتج على الإنتاج هتكون أكبر، وبالتالي الكمية التي يرغب في إنتاجها وعرضها هتكون أكبر، وبالتالي عند نفس الأسعار، وبالتالي هنلاقي المنحنى العرض بيتنقل ناحية اليمين. لو لاحظنا هنا زيادة أسمان عناصر الإنتاج تنقل المنحنى ناحية اليسار، أو بيدي كميات أقل وتنقل المنحنى ناحية اليسار، زيادة عناصر الإنتاج زيادة تؤدي إلى زيادة نقص أسمان عناصر، تنخفض انخفاض أسعار أسمان عناصر الإنتاج بيؤدي إلى زيادة الكمية. يبقى انخفاض مع زيادة أو زيادة مع كميات أقل، يبقى العلاقة هنا بتكون علاقة عكسية. طبعا مش هرسم الرسمه هنا، الرسمه دي زي الرسمه اللي قبلها، لكن بيبان كان زي بالظبط ما حصل تدهور في التكنولوجيا، فالمنحنى اتنقل ناحيه اليسار، حصل تحسن في التكنولوجيا المنحنى اتنقل ناحيه اليمين. يبقى عندي لما تزيد اسمان عناصر الانتاج تزيد اسمان عناصر الانتاج المنحنى اتنقل ناحيه اليسار، لما تقل اسمان عناصر الانتاج يتنقل المنحنى ناحيه اليمين. الضرائب والاعانات. الضرائب دي طبعا الدوله بتفرض على المنتجين ضرائب، يعني بتاخد منهم فلوس اجبار بما لها من سيادة وسلطان على هؤلاء على رعايا المجتمع. وكذلك بعض المنتجين ممكن ما تاخدش منه ضرائب، لكن تدي له إعانة أو دعم تدعمه.
فهنا الضرائب وهذه الإعانات تؤثر على قدرته على الإنتاج، وبالتالي تأثر على الكمية اللي بيعرضها في السوق عند نفس الأسعار. من فبقول لي مثلا إذا كان عندنا إذا قامت الحكومة بتقديم إعانة على المنتجين، سيتمكنون هذول المنتجين من عرض كميات أكبر من السلعة، لأن طبعا الإعانة دي هتقلل التكاليف بتاعته، وبالتالي تديله قدرة على الإنتاج أكتر، وبالتالي تزيد الكمية المعروضة وينتقل منحنى العرض ناحية اليمين، داخل منحنى ناحية اليمين، أي أن هنا العلاقة هتكون طردية مع الإعانات والكمية المعروضة. العكس في حالة الضرايب، يعني باخد منه فلوس يبقى بحب أزود التكاليف بتاعته، يبقى قدرته على الإنتاج والعرض هتكون أقل، يبقى يعرض كميات أقل، يبقى المنحنى هيتنقل ناحية اليسار. يبقى لما تزيد الضرايب يقل المنحنى، الكمية المعروضة تقل والمنحنى يتنقل ناحية اليسار، يعني العلاقة ما بين الضرايب والكمية المعروضة علاقة عكسية. توقعات المنتجين بشأن الأسعار، هنا زي هناك في المستهلكين بالظبط، المتوقع المنتج كان هناك المستهلك كان متوقع ان السعر يزيد، في ايه لو متوقع ان يزيد وفي المستقبل يشترك اكتر النهارده، لو متوقع انه يخفض في المستقبل يقلل شراءه النهارده فيقلل الطلب. هنا نفس الكلام، المنتجين اذا توقع في زياده في الاسعار في المستقبل ما يزودش العرض النهارده، يقلل العرض. ليه؟ عشان يفضل انه ينتج ويخزن لكنه ما يعرضش. ليه؟ عشان يبيع بسعر افضل في المستقبل. لو متوقع ان الاسعار هتقل، ايه اللي يحصل؟ هيحاول يعرض اكتر ويبيع النهارده بقدر الامكان قبل انخفاض الاسعار بما يحصل. ففي هذه الحالة بقول لي، فإذا توقع المنتجون زيادة الأسعار، قد يكون بعض منهم تخزين السلعة ويؤدي إلى انخفاض الكمية المعروضة منها عند كل سعر، وهي انتقال منحنى العرض ناحية اليسار. هنا بقى العلاقة عكسية مع توقعات المنتجين بشأن الأسعار، يبقى هنا الأسعار المتوقعة العلاقة عكسية، لكن الأسعار الحقيقية كالأسعار العادية أو سعر السلعة نفسها كانت العلاقة طردية، والعكس صحيح طبعا عند توقع انخفاض الأسعار. هناك من العوامل الأخرى تغير في أسعار السلع الأخرى، وهناك كنا مسمينها الأسعار سلع مرتبطة وغير مرتبطة، المرتبطة اللي هي البديلة والمكملة، والغير مرتبطة اللي ما فيش بينها وبين أي سلعة أي علاقة. هنا هنتكلم على السلع المرتبطة، وهي برضو عندنا هناك، يعني هناك الطلب، السلع في الطلب اسمها أو الارتباط في الطلب كان اسمها سلع بديلة في الاستهلاك وسلع مكملة في الاستهلاك. هنا هتبقى عندنا السلع هتبقى بديلة في الإنتاج ومكملة في الإنتاج. عفوا، السلع هنا بيقول لي في بعض التغير اسعار بعض السلع الاخرى مثلا قد يؤدي الى بدوره الى التاثير على عرض السلعه، فارتفاع سعر السلعه التشعير مثلا، الشعير سعره زاد، هذا يدفع بعض المنتجين القمح الى انه يحل الشعير محل القمح، هيقلل الكميه المعروضه من القمح، يعني بطل ينتج القمح ويزرع بداله شعير، هذا يؤدي الى انخفاض الكميه المعروضه من القمح، وبالتالي تزيد الكميه المعروضه من الشعير. فاجي ابص الاقي ان منحنى العرض من الشعير، عفوا، فإن ارتفاع سعر الشعير ده معناها إنني هتحرك على منحنى العرض، هلاقي إن الكمية المعروضة من الشعير هتزيد بسبب إن المنتجين هيحلوا الشعير محل القمح، فلاقي إن سعر الشعير ما يتغيرش، وكمية سعر الشعير زاد، ألاقي كمية الشعير زادت وكمية القمح هي اللي قلت. يظهر ذلك على الرسم ان منحنى عرض القمح هو الاثنين ناحية اليسار، معناه انه انخفض، اما منحنى عرض الشعير يبقى زي ما هو، ويبقى بس بتحرك على نفس المنحنى فقط لا غير، اتحركت من نقطة تحت النقطة اعلى، اذا معناها ان زيادة السعر مع زيادة الكمية المعروضة. اما السلع المكملة في الانتاج من امثلتها البترول والغاز الطبيعي مثلا، البترول والغاز الطبيعي، البترول والغاز الطبيعي طبعا عندي هناك بعض الحقول، هناك الغاز الطبيعي فيه احيانا ابار بترول بيكون على الفوهة بتاعتها او على السطح بتاع البترول غاز طبيعي، فيجي هنا اطلع البترول لابد يطلع معاه الغاز، يبقى اسمه الغاز المصاحب. في اماكن مختلفة الوقت ظهرت في الفترة الاخيرة دي فيها غاز بس، فيها غاز بس، فهنا هنا السلع المكملة هي الغاز والغاز الطبيعي المصاحب، الغاز المصاحب. أما الغاز العادي اللي هو بيستخرج مستقل بشكل مستقل عن البترول لا يعتبر سلعة مكملة في الإنتاج.
بمعنى ان الغاز هنا اذا زادت سعر البترول ايه اللي يحصل؟ هنتج بترول اكتر عشان ابيع بالسعر الاعلى، لكن وانا بنتج بترول اجباري بنتج سلع اخرى، زي بنتج معاه الغاز الطبيعي اللي هو اجباري بيطلع معايا وانا بنتج البترول. في هذه الحالة هيزيد عرض الغاز الطبيعي، هيزيد عرض الغاز الطبيعي، وانا لم اقصد وكان قصدي هو زيادة عرض البترول. نشوف الكلام ده هون على الرسم اهون، هذا السعر البرميل من البترول، سعر البترول زاد، الاقي اتحركت على نفس المنحنى، ده اسمه تحرك موفمنت من النقطة A من النقطة N. اي عامل هنا السعر لما بيتغير بسمناه، خدناها قبل كده في الطلب، السعر لما يتغير يبقى تحرك على نفس المنحنى. اما سعر على الاخرى الاقي عند نفس السعر الاقي ان الكمية زادت من M ل T، كمية زادت من Q1 ل Q2، يعني كأن المنحنى اتنقل من S1 ل S2. يبقى كمية الغاز زادت نتيجة لرغم ان سعره ثابت، السبب فيه انه ان سعر البترول هو اللي زاد. فلما سعر البترول زاد وحبيت ازود الكمية بتاعته، ترتب عليه ان انا زودت كمية من الغاز المصاحب بشكل بدون مقصود. نكتفي بهذا القدر وحتى لا اطيل عليكم، ونكمل الاسبوع القادم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.